بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل البروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غني، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. حضرتك طيب. حابين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، خصوصا ان احنا في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، وكمان بس الجو بالليل بيكون برد. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من 2 لـ3 درجات، بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، ده بيخلينا نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره. يمكن كمان النهارده والايام اللي جايه هنبدا ارتفاعات كمان تدريجيه في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه صحراويه، فهتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره، وكمان هيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحراره وزياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 29 درجة مئوية. ذروة الارتفاعات خلال هذا الاسبوع هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، احنا هنبدا ارتفاع تدريجي الايام اللي جاية تكون 30 و31، ويوم الاربعاء توصل ل 33 الى 34 درجة مئوية فترة النهار، لكن نسب الرطوبة منخفضة لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، ده بيؤدي لانخفاض نسب الرطوبه، فده مش هيخلينا نحس بحراره الجو طبعا زي فصل الصيف بالظبط. فبالتالي اجواء فتره النهار هي اجواء حاره في معظم محافظات الجمهوريه زي الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، كمان اجواء ما بين الدافيه للمائله للحراره في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده كمان بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمس. طبعا فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، ما زالت في بعض البروده في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر اللي هو وقت الفجر كده، بنلاقي الجو في انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل كبير، اجواء مائله للبروده في معظم المحافظات، وفرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 10 درجات في القاهره الكبرى، في بعض المحافظات احيانا بيتجاوز ال 15 درجه مئويه. كمان اللي بيخلينا نحس اكثر بالبروده فترات الليل ان في نشاط للرياح، اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، بنحس بيه اكثر فتره المساء وساعات الليل، بيخلينا نحس بتلطيف الاجواء مع فتره المغرب، بيخلينا نحس بالبروده في فترات الليل بشكل كبير، فدايما وجود نشاط للرياح يحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره طبعا. وطبعا الظاهره طب الجويه هو فعلا هيكون درجه الحراره يوم الاربعاء هتوصل ل 37 درجه؟ لا، هي توصل في القاهره الكبرى ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه توصل ل 35 و36 درجه مئويه اللي هو في الجنوب الصعيد، لكن القاهره الكبرى تحديدا ما بين 33 الى 34 درجه مئويه فتره النهار، لان اليوم ده تحديدا هنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من الصحراء الغربيه. كمان هيكون في نشاط لرياح مثير للرمال والاتربه في يوم الاربعاء، لان سرعات الرياح هتزيد على الصحراء، فبالتالي هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. الايام اللي جايه الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه، يعني لحد يوم الاربعاء الظاهره الجويه المؤثره فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر هي شبوره مائيه، ممكن تكون كثيفه كمان وتاثر بمزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. عشان كده احنا بنأكد على مدار هذا الأسبوع مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس، وتكون ملابس شتوية خفيفة خريفية في فترات الليل أو فترات الصباح الباكر، القيادة تكون بهدوء تام، وكمان مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالنا بشكل كبير يوم الأربعاء اللي جاي. طيب بالنسبة بقى للارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، حضرتك تقولي هي مرتفعة بقيم درجتين 3 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، هل يعني هتنخفض مرة تانية بعد نهاية الأسبوع درجات الحرارة؟ هو بعد يوم الاربعاء هتبدا تدريجيا قيم درجات الحراره تنخفض، لكن هتنخفض ل 30 و29 درجه مئويه، فخلاص هنبدا تدريجيا خلاص كل ما تقدمنا في شهر اربعه اكثر
تبدا المعدلات الشهريه تزيد كمان، يعني احنا عندنا النص الثاني من شهر 4 المعدلات الشهريه بتبقى اعلى من النص الاول طبعا. فهتبدا ده هيكون ده الطبيعي بقى في الوقت ده من السنه، ان قيم درجات الحراره كلها بتتجه نحو الارتفاعات وبنحس بالحراره فتره النهار في خاصه كمان في النص الاول من فصل الربيع اللي هو الحراره فتره النهار البروده فترات الليل. لكن لو حصل انخفاض في قيم درجات الحراره مش هتنخفض بشكل الكبير فترات النهار ان احنا نحس تاني بالبروده، فخلاص احنا مش هنحس بالبروده تاني فتره النهار، البروده بس لسه موجوده معانا فترات الليل لحد منتصف شهر 5 باذن الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 29 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 29 17، اسكندريه 24 16، العلمين الجديدة 23 15، مطروح 23 15، دمياط 25 17، بورسعيد 25 17، الإسماعيلية 30 15، السويس 30 16، العريش 26 14، كاترين 23 10، طابة 27 17، حلايب 29 22، شلاتين 31 20، شرم الشيخ 31 21، الغردقة 31 20، الفيوم 30 15، بني سويف 30 15، الوادي الجديد 33 17، اسيوط 31 16، سوهاج 33 17، قنا 35 19، الاقصر 35 19، واخيرا اسوان 35 20. نخلي بالنا من ارتفاع الملحوظ في درجات الحراره في ساعات النهار، لكن بتنخفض بشكل كبير في ساعات الليل. نخلي بالنا من اختلاف درجات الحراره، وخلي بالنا اكتر يوم الاربعاء اللي جاي هيكون في ارتفاع في درجات الحراره وكمان رياح مثيره للرمال والاتربه. نخلي بالنا لمرضى حساسيه الصدر وكمان الجيوب الانفيه. هرجع مره تانية لجمانه وشاذلي عشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.